نرى بعض المصلين ينكشف شيء من عورته حالة السجود بسبب البنطال، هل يعيد الصلاة؟ اي نعم، لا يجوز هذا الأمر، وأن البعض فعلا يلبس قميصا قصيرا أو بلوزة أو فنيلة قصيرة، فعندما يركع قد يظهر شيء من عورته والعياذ بالله أو في سجوده، ولذلك نهى كثير من الصلاة في البنطال، وإن كان ولا بد كما كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يلبس مثل لبس الباكستانيين اللي هو البنجابي هذا الطويل بحيث أنه يغطي العورة. فالأصل الذي يصلي البنطال يحرص على أن يكون القميص طويلا بحيث أنه إذا ركع أو سجد ما يظهر شيء من عورته، وأن البنطال ما يكون ضيقاً.